اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا البيان العاجل والصادر من نادي الزمالك والمتعلق بالاحداث الاخيره للفريق الابيض خلال مباراه بيراميدز في بطوله السوبر المحلي والتي اقيمت في ابو ظبي منذ يومين. نادي الزمالك اصدر بيان الان برئاسه حسين لبيب حول ازمه اللاعبين المحتجزين بدوله الامارات خلال احداث مباراه الفريق امام بيراميدز. اكد المجلس اداره نادي الزمالك تقديره التام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وكافة الجهات القائمة على تنظيم بطولة كاس السوبر المصري. كمان قال البيان أنه بيسمن كل الجهود الكريمة المبذولة من كافة الكوادر التي تعمل من أجل نجاح البطولة، ويؤكد نادي الزمالك أن سياسته تقوم على الالتزام غير المشروط بالقانون وقيام الروح الرياضية ورفض أي تجاوز أو خروج على القانون. كمان البيان أكد تكليف الجهات المختصة بالنادي وفتح تحقيق عاجل وموسع حول الأحداث التي واكبت مباراة الدور الأول في النهائي لبطولة كأس السوبر المصري لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي. وأكد أيضا هذا البيان على ثقة النادي الكاملة في عدالة ونزاهة وحيادية جهات التحقيق. خلينا نقول لحضراتكم هذا البيان العاجل الصادر من نادي الزمالك منذ قليل بشأن الأحداث الأخيرة التي وقعت خلال مباراة الفريق الأبيض أمام بيراميدز في بطولة السوبر المحلي اللي أقيمت في أبو ظبي منذ يومين. نادي الزمالك أصدر البيان برئاسة حسين لبيب رئيس النادي أكد فيه تقديره التام لدولة الإمارات العربية الشقيقة وكافة الجهات القائمة على تنظيم سوبر المصري. كمان قال البيان انه بيسمن جهود مجلس الاداره وكل الجهود الكريمه المبذوله من كافه الكوادر التي تعمل من اجل نجاح هذه البطوله، خاصه ان البطوله مقامه في الامارات زي ما كل حضراتكم عارفين. واكد النادي ان سياسته معتمده في الاساس على الالتزام غير المشروط بالقانون وقيم الروح الرياضيه ورفض اي تجاوز او خروج على القانون. كمان في هذا السياق وفي سياق ما حدث أكد البيان أنه تقرر تكليف الجهات المختصة بالنادي في فتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت المباراة، بالتحديد مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي، وهي مبادئ النادي أيضا احترام القانون واحترام أي دولة شقيقة. وأكد هذا البيان على الثقة الكاملة في عدالة ونزاهة وحيادية جهات التحقيق. ده كان نص البيان الصادر من نادي الزمالك بخصوص أزمة اللاعبين المحتجزين بدولة الإمارات عقب مباراة الفريق الأبيض مع بيراميدز في بطولة السوبر المحلي والتي أقيمت في أبو ظبي. بشكركم وانتظرونا في تغطيات جديدة على تلفزيون مصر.